السلام عليكم والرحمه. في رمضان لازم اغطي لكم الدوري الرمضاني، دوري الغدير. عاد لو ما شفتون الفيديو اللي طاف بلخص لكم المباراه اللي طافت، عدلنا واللي قبلها فزنا، فعدنا 4 نقاط في المجموعه. اليوم اخر مباراه في المجموعه، فبنشوف نحصل كم نقطه اذا نتاهل ولا لا. أنا شوي متعور فما بلعب من المباراه، اهم شيء الفوز، اهم شيء الفوز الحين. فريق الهادي والفريق منه، شو اسم فريق الملكي على قولة النعيمي؟ ان شاء الله الاخضر يفوز. انا مغلفنا بعدين جيب لي انا من وين؟ انا اللي بشوف. يلا حسوب كم سجل جول انت من هنا؟ انا لا تخلون يعني على الميزه كم جول يعني تشردونا ان شاء الله يعني. اذا عندك لاعب اركض هناك وقف من البسين بس علي عبد الله كم جول؟ كم جول حارس انا؟ كم جول بزخ؟ انت قول لي اخر شيء 10 بس تم، ما بخليهم يشوطون علي 10 شباب، ما بيخلونهم يا اخي تفاريح احمد بعدان كم جول سجل؟ انا ما سجل، انا اصلح ربعي سجلوا. عيسى كم جول؟ انا ما بلعب. شكرا. الأخضر بيفوز. شو مسوي انت؟ منزل فيديو جديد. شوف ها عبود. زين زين زين. شباب
نص النهائي. شوف شو كان يقول لك احمد قبل اللعب. احمد قلت له بتسجل جول؟ قال لي انا بس اصنع. كم جول صنع اليوم؟ كله جول كله جول بس اصنع قالها يعني قبل. انا مضيع سبعه اللي حاسبينهم هم ضيعناهم. كم جول سجل حسن؟ شو انت هناك شايف اللي هو هاي عارف المجل هاي اوكي حسن حسن كم جول؟ انا قاعد احسب كله جولين صح؟ ايه جولين خلاص كم صدق؟ ما سويت شيء. افضل حارس البطولة. كفى عيسى. كفى. ايوه.